السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم. اليوم جبنا لكم واحد الفيديو على خدمة جديدة أطلقتها بريد الجزائر مؤخرا، وهي خدمة تحويل الأموال من حساب إلى حساب عبر الموزعات البريدية. يعني من ماشينا تاع برا نجمو نديرو موندا كونتا كونت لأي حساب نحتاجو حنايا دون انتظار المكتب البريدي ليفتح أو دون الوقوف في الطابور. يعني خوتي ما تزيدوا ديروا لاشان، ما تزيدوا تحوسوا على لاشان، ما تستناو البيرو دو بوست يتحل. هكذا من لو ديستريبيوتور تاع برا نديرو موندا كونتا كونت. اول حاجه لازم تكون عندنا البطاقه الذهبيه. ندخل البطاقه الذهبيه في الموزع البريدي، نروحو نستناو الى اختيار اللغه العربيه، ندخلو الرقم السري. ننتظر قليلا. هنا عطاني واحد الطابلو فيه الرجاء اختيار العمليات، سحب طالب بالرصيد، كشف مختصر، عمليات اخرى، سحب سريع، نروحوا للتحويل بين الحسابات. شفوا عليها اخوتي. هنا طلب منا الريب، الريب هذا وش هو اخوتي؟ الريب هذا نلقاوه في الصفحة الأولى نتاع الصك البريدي. يبدا ب 007 خمس تسعات هكذا، ونديروا الرقم الحساب البريدي اللي للمرسل اليه. يعني نديروا الرقم الحساب البريدي للمرسل اليه كما راكم تشوفوا. نديروا متابعه. هنا الرجاء ادخال مبلغ التحويل، هنا بالدينار خالتي نبعثوا 500000 سمي الدينار. هنا شوفوا واش عطاو لي خوتي في الطابلو، من الحساب ها هوليك الى الحساب كذا المبلغ هو 5000 دينار جزائري. نديرو متابعه. هنا هل تريد الحصول على التذكره؟ خوتي ديما كيما نقول لكم الثقه في الوثيقه، لازم نستخرجوا التذكره. نديرو نعم. Please wait while your transaction is processing. هنا ننتظر قليلا. كما تشوفوا اخوتي العمليه هذه ما تستغرقش وقت كثير، مده من الزمن ما تفوتش دقيقه دقيقه ونصف، صحيح سما العمليه تنجز. شوفوا اخوتي هنا ديستريبيتور راه عطانا لاتيكات، نشوفوا لاتيكات واش فيها. شوفوا اخوتي واش فيها لاتيكات، فيها العمليه تحويل من حساب الى حساب، التاريخ بالساعة والدقيقة، المبلغ، الحساب كذا إلى حساب كذا، رقم التصريح، الرصيد. هذه يا خوتي، شكرا لتعاملكم معنا. نتمنى الخدمة هذه تنال إعجابكم. هي خدمة بالفعل خدمة فعالة، نربحوا منها الوقت، نربحوا منها بزاف حوايج. في الأخير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.